جمل حاول أن يدخل من ثقب الإبرة، فانسحب الخيط من الفكرة. نبح الكلب على طيارة فشنت غارة. قشيري ضحكتي تجدي دمعتي. لي نسخة واحدة من حياتي. هذه الأبيات جعلت منه ظاهرة أدبية، علامة فارقة في المشهد الشعري التونسي والعربي. هو سيد الشعر والكلمات، يتلاعب بها، يرفعها، ينصبها، يزاوجها لتخرج لوحة فنية فريدة، لوحة استثنائية جعلت منه شاعر الجدل، شاعرا خارج السياق يحدث ضجة أينما يحل. ولكل نجاح بداية، ولكل انطلاقة صفر. أنا مولود في صفاقس، في زنقة القرقوري، في بوزيان، في ما يسمى بالجنة والجنان أو البساتين. يعني ما لم أولد في شقة وفي عمارة وفي ولكن ولدت في بيت يعني كبير، في أسرة كبيرة ومع الأهل ومع الأعمام، ويعني كل حياتي يعني العاطفية أعتقد أنها مستوفية لشروط الحنان. كانت الوالدة يعني أمي خديجة بنت الجمل كانت تحبني طبعا لأني آخر أبنائها، وتخاف علي، وكانت تدعو علي بالشر وتدعو علي بالخير. وفي دعائها كنت أرى طرافة، أي ليس ذلك الدعاء التقليدي، بل فيه شيء من السجع، شيء من الصور، شيء من التخيلات التي كنت أستلطفها. كنت أستلطف حتى دعاء الشر. كان بي شوق كبير إلى المدينة. كيف أذهب إلى المدينة؟ بالحيلة يعني. حتى أني ذهبت إلى المصور، يعني مصور عن مصور باللعج معناها في نهج العدول، ما فهمش لا يعني. أخرج مع الساعة الثالثة، أركب الحافلة، أصل مع الثالثة وسبع دقائق، أمتثل أمام المصور، ثم أعود بسرعة حتى لا يقال أني تأخرت. لماذا تأخرت؟ فكنت أيضا شغوفا بالمدينة، لماذا تحتويه من تلك الحلويات وذلك الكعك والمرطبات التي لا نجدها في المراكز وفي يعني نحس بالفقر في المدينة. مصفاقس وين عندك الصومتر؟ عندك شارع الهادي شاكر فقط، تاني شارع الهادي شاكر، وعندنا فوق سينما الهلال ثم نادي الطلبة الدستوريين. وعندما يكثر التشويش اللا دستوري ها كانوا يزعجوننا، لأن احنا ما كناش يعني تابعين للحزب، يعني كنا من آفاق يعني مختلفة. كنت في المعهد الثانوي، ودخل علينا أحدهم وقال عندنا نادي لمن يكتب الشعر ولمن يكتب القصة، فمن يريد أن يسجل فرفعت إصبعي، فقلت له أني، قال لي ماذا تكتب؟ قلت أكتب القصة. تذكر أني استمعت إلى شاعر في إذاعة صفاقس، أقام أمسية في صفاقس نهار 12 ماي 1964. أي الشاعر هذا اسمه نزار قباني، قام في المسرح البلدي، وأعجبت بهذا الرجل، وظللت أبحث عن كل إنتاجه في المكتبة العمومية، ثم في
في المكتبات، وكنت أنفق كل مالي وأتحيل على أمي لأخذ المال حتى أشتري دواوين. مرة خطر على بالي، قلت ما يكتب الآن هذا الذي أسمعه إذا كان هذا شعر فهو سهل، إذن علي أن أجرب. وقلت أنا أستطيع أن أقول أحسن منه. وهكذا انطلقت القصة. من ذهب معي في نفس الطريق قليل، يعني فهمت، يعني اللهم في نادي القصة والشعر، يعني عنا محمود الزواري، عنا عبد السلام بن زيو، عنا الأسعد، مش الأسعد الجاموسي، يعني الواحد اسمه الجاموسي، وكذلك نادر السويسي كانت تكتب القصة ممتازة، وكانوا يراسلون هواة الأدب وكانوا يأخذون جوائز، يعني فكان هناك نوع من الجو الأدبي اللطيف، يعني ما كانش عندنا يعني صالونات مثل ما هو موجود الآن في يعني بعد انفجار المقاهي. وكنا مثل فريق في العدو، والعدو ثم واحد حدو 100 متر، حدو 200 متر، حدو، أما ثم جماعة 10,000 متر. الحقيقة من الأساتذة لم يكن هناك من ساندني، ولكن كنا نتساند، نحن كنا نتساند كتلاميذ يعني صغار، ونبحث ونريد أن نطلع على الجديد في العالم والجديد في القصائد. وحتى أني مرة ذهبت إلى أستاذ وطرحت عليه، كنت في السنة الثانية ثانوي أو الثالثة ثانوي، وقلت له يا أستاذ هذه قصيدة أتمنى أن تقرأها. فلم يقرأها وقال لي أحفظ 5,000 بيت من الشعر ثم انسى هذه الأبيات كلها ثم انطلق في الشعر. فاعتبرت أن هذا يعني صدمة. أول قصيدة أتذكرها، ولكن أتذكر مضمونها، أتذكر هناك فتاة صغيرة لها مرآة صغيرة ترى وجهها في هذه المرآة، ثم كبرت فرادت أن ترى جسدها كاملا إلا أن المرآة كانت صغيرة فكسرتها. المهم أنك تطلع، أنك تطلع لأن لك جرح، هذا الجرح يسمى البلادة، البلادة عليك أن تداويه بالمعرفة، وكلما قرأت كلما التأم الجرح وازدادت عيناك انفتاحا. ترايف أنا عندنا واحد صار يكتب يوميا قصيدة، والشعر إذا كتبته يوميا فصار نوع من اللخبطة، يعني ما عنده، ما نحبش نستعمل كلمة سهل، ولكن هو سهل، يعني نوع من المرض، يعني لأن القصيدة هي يعني قد لا يأتيك الشعر يعني طيلة سنة، قد ينهمر عليك يعني دفعة واحدة، فأنت موظف لديه. يعني من فصيلتي في البداية كنت مولعا جدا بنزار قباني، إلى درجة أني كان علي أن أدخل عليه ذرة. منذ البداية أعتقد أني لا أبحث كالسياسيين وكالديكتاتوريين في العالم الثالث عشر على نسبة 99%، لا أبحث عنها، فأنا أقول قصيدتي. هذه القصيدة قد تعجب هذا وقد لا تعجب ذاك، وذاك الذي أعجبته قصيدتي لن تعجبه قصيدتي القادمة. أنا لست موظفا لدى أي أحد، أنا موظف لدى نفسي، لدى تناقضاتي. أنا ما عنديش برنامج، ليس لي برنامج سياسي محدد معناه وعدت به الجماهير التي انتخبتني، لا، أنا أقول ما أريد. حب يعمل عركة لأنه كنت طاغيا عليه، يعني كان هناك مزغني، ثم بدأ
برعم أولاد أحمد. وأنا لم يكن يزعجني أولاد أحمد، بالعكس أنا كنت أراه سندا، ولكنه كان منزعجا يعني. علاقتنا حب، حب يعني. ربما هو يحسدني على أو يغبطني على القصيدة التي كتبتها، وربما أنا أغبطه على القصيدة التي كتبها، ولكن يعني له أسلوبه ولي أسلوبي، مع أن ما يجمعنا هو قلتها تونس الساخرة السخرية، السخرية تجمعنا. إذا كان يعنيك ذقنك كالتيس قبل الكرامة، كن ماعزا أو وزيرا على أمة سائمة. أنا أفتقده وأحس بالبرد في كل طقس عندما أتذكره. هو أخي يعني، القصيدة عنوانها أخي أولاد أحمد، يعني هو صدمة تدريجية الحقيقة، لأن كنا نعرف أن وضعه حرج، ولكن يعني الصدمة كانت عندما سمعت أنه مصاب بداء السرطان، عفوا وعافاكم الله، والذي لم ينجو منه الملوك والسلاطين، فكيف من ينجو منه شاعر فقير مثل أولاد أحمد يعني. الله يرحمه. خروف دخل البرلمان قال ماع، فجاء الصدى إجماع. هذيك قيلت سنة 86 ولا 87. 87 بن علي عنده في الحكم 20 يوم، قيلت في بغداد، وقيل لي الله يرحمه صدام حسين اضحك عليها، وسمعت من الرقباء العراقيين والنقاد أنها لم تعجبهم. الحليب والعسل هي الحقيقة معناها، هو حتى يعني مؤتمر الأخير بتاع النهضة فصل الدعوي عن السياسي، معناها لابد من فصل هذا عن ذاك يعني، لا أكثر ولا أقل. قلت للبقرة أنا أحب الحليب، وقلت لبائع الحليب أنا أكره خلط الحليب بالماء، وقلت للنحلة أنا أحب العسل، وقلت لبائع العسل أنا أكره خلط العسل بالسكر، وقلت لرب العالمين أنا أحب الدين، وقلت لرجل الدين أنا أكره خلط الدين بالسياسة. ثمة من يعني هو مع هذه القصيدة، وثمة من هو ضدها يعني ايديولوجيا، وبالتالي يتفه شاعرها ويقول له انه يعني ليس بشاعر، وهل هذا كلام، وهل هذا كذا، والبقره والنحله وما الى ذلك، ولا يعلم ان كليله ودمنه وكله كتاب في السياسه، ويحكي عن الاسد والارنب والقرد والضربان والغزال والفيل والنمر. إذا حسيت أنه يمسك فحس عن روحك يعني الدستور يكفر حرية لك أن تحس بما تريد. أنا مستاء من شيء واحد، من شيء واحد لا أغفره لهذا الذي يستاء الآن، لأن الاستياء ينبغي أن يكون قبل عامين أو ثلاثة، عندما مرت هذه القصيدة مع الصديق والإعلامي نوفل، قال أنها قيلت أمام رئيس الدولة، ورئيس الدولة كان حاضرا، ولكن عند قراءة عندما بدأ الشعراء يقرؤون غاب. هو غاب يعني عنده ظروفه، عنده ربما يعني الشعراء يطيلون، وربما
الموقع ليس لا ينتظر قصائد مدح مثل ما كان بورقيبة. بورقيبة كان ينتظر من الشعراء المديح، وكانت القصيدة تمر على 70 رقيب. فهمنا الآن لم يطلب منا ما هي القصيدة التي ستقولها، ولكن هو غاب. تمنينا سلباجي أن يكون حاضر، يعني ما فيها شيء. وبي أمل يأتي ويذهب لكن لن أودعه، أمل تحتاجه أنفس ضعيفة عياها الألم. فعيش بهذا البصيص من النور، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هو لابد من الأمل. الأمل هو يعني حب الحياة، هو أن اللحظة التي تحياها هي قد تكون لحظة حزن، ولكن هذه اللحظة لابد أن تعقبها يعني لحظة فرح. الحياة ليست مسطرة، الحياة انحناءات، يعني فيها طلوع وهبوط وفيها كذا. فنحن نركز على زهرة الأمل التي يمكن أن نقطفها على هذا بصيص الأمل، النور الذي يأتي عندما يعم الظلام.